النهاردة عيد الأم، كل سنة وكل الأمهات طيبين وبألف خير. الأم نعمة كبيرة قوي من عند ربنا. وجود الأم في حياتك يعني في مصدر كده حنان وأمان وطيبة وحب بدون مقابل وبدون شروط. الأم يعني تدخل كده تلاقي أكلة حلوة سخنة في البيت. الأم يعني البيت نظيف، يعني في نور، يعني في سكينة، يعني تحكي مشاكلك وتفضفض وهمومك، تدعي لك دعوتين حلوين وتقول لك كله هيبقى تمام، تتفتح لك أبواب السماء كلها. رضا الأم من رضا ربنا سبحانه وتعالى. حافظوا على أمهاتكم وإرضوهم. الأم محتاجة تحس بالتقدير، تحس إن تعبها بس ما بيضيعش هدر، إن ولادي كويسين وبألف خير، إن أنا ثمرة حياتي طلعت ثمرة طيبة، إن تعبي ما ضاعش هدر، ان في حد مقدر اللي انت بتعمله. لو انت بس بتقول لامك كلمه طيبه، ربنا يخليكي ليا، تسلم ايديكي، الاكل من ايدك مختلف، وبتوحشيني، كلمه حلوه تنور حياتها، كلمه حلوه تحسسها بالتقدير. اوعى ما تجيبش لامك هديه النهارده. كل حد بيسمعني لازم تجيبوا لأمكوا هدية، حتى لو بسيطة، حتى لو انت طالب، حتى لو ظروفك المادية مش قد كده، هاتوا ان شاء الله سبحة، فرحة، شوكولاتاية، بونبونية. لازم النهاردة نساعد مامهاتنا في البيت ونروق معاها الشقة ونطبخ معاها ونغني لها طول اليوم ونقول لها كلام حلو. اجبروا بخاطر امهاتكم. تخيلوا احنا في الشهر الكريم، شهر جبر الخواطر وكمان عيد الام، يعني اولى شخص ان انا اكبر بخاطره وراضيه واساعده واتمنى له الرضا هو امك. حط امهاتكم في عينيكم، لان هي دي بركه حياتكم، وربنا بيرزقكم لاجلها وربنا بيكرمك لاجلها. وده مش كلامي، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. في ناس تقولي ما انا امي ما تستاهلش، يعني او هي ما عملتليش. مفيش ام ما تستاهلش، كل الأمهات بتحب أولادها، وكل أم بتعبر عن حبها بطريقتها، ممكن تكون طريقتها مختلفة. وكل أم، كفاية إن أمك حملت فيك 9 شهور وولدت وقعدت ترعيك وانت طفل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكل ارحمهما كما ربياني صغيرة، يعني كفاية مرحلة الطفولة بكم العناء والإرهاق، وإن هي ما تنامش وما تاكلش وتحرم نفسها من كل الحياة عشان تراعيك وانت طفل صغير. عمرنا ما نقدر ننكر دور الأم أبدا. حافظوا على أمهاتكم وكونوا بارين بيهم وحطوهم جوه عنيكم. ولازم النهاردة تبعت لأمك رسالة، ولازم تتصل بيها وتقولها كلام حلو وتزورها وتجيب لها هدية، أيا كانت الهدية، بس لازم هدية ولازم تقدير. اوعى تضيع يوم من حياتك من غير ما تكلم امك، تسمع صوتها تقولها انتي كويسة، انتي بخير، محتاجة حاجة. اوعى تضيع يوم واحد من حياتك مهما كانت مشاغل حياتك ايه، مفيش اهم منها، مفيش اغلى منها. كل لما بنكبر ونتجوز ونخلف بنحس باهمية الاب والام في حياتنا، بنحس بقد ايه هم بيتعبوا. ايه ده مسؤولية كبيرة قوي، هما ازاي كانوا شايلين كل الاعباء دي من غير ما يحسسونا؟ هو قد ايه دور الاب والام ده عظيم، اللي احنا كنا فاكرينه عادي وان ده الطبيعي، لا هما كانوا بيتعبوا قوي علشان يحققوه لنا. يا رب يحفظ كل اب وكل ام، وكل عام وانتم طيبين وبالف خير. واي حد امه متوفية اوعى تنساها برضو، لازم تقرا لها قران، تروح تزور قبرها، تعمل لها صدقه، تعمل لها، ويا ريت لو صدقه جاريه، التبرع لمستشفى بهيه. انت لو انقذت حياه ام ده ثواب، وصدقه جاريه هتروح لوالدتك ان شاء الله. التبرع اللي فيه مستشفيات كتير، في يعني اعمال خيريه كتير قوي نقدر من خلالها نوصل لامهاتنا المتوفيين صدقات. وان احنا يا رب يخلي كل ام لاولادها ويحفظها ويرحم كل ام متوفيه. وفي كل الاحوال لازم هديه، سواء كانت صدقه او هديه تروح تديها لها بنفسك وتبوس راسها وتبوس ايديها. وكل سنه وانتم طيبين وبالف خير.